اخواتي واخواني، السلام عليكم جميعا. مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم بدنا نعمل مشروب من هيدا، من فاكهة التنين، اسمها البتاهيا. هيدي الفاكهة منظرها مثل التنين، شايفين هون؟ هيدي موجودة كانت بأمريكا، وصاروا اسا يزرعوها بآسيا، بإندونيسيا، بفيتنام موجودة هيدي. في منا نوع بيجي من برا لونه أصفر، ولون بيجي من برا لونه بسفنجي، ونحن عنا هون اللون الأحمر منا. وهذا اللون الأحمر منا من جوا بتكون لونه أبيض وفيها حبوب سوداء. تاني المكون هلا هالمشروب هيدا هو نحن إلا الكيفي، بعدين إلنا الفيزاليس، تعرفون الفيزاليس، هذول فيهم فيتامينات سي كتير، تفاح، وبعدين عنا حليب. هيدي هون فيها مواد كتير مفيدة، فيها الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، الفيتامينات البي، فيتامينات السي، فيتامين الاي، كمان انتي اوكسيدانت. هيدي كمان في موجود منها بالبلاد العربية، مش كل البلاد العربية، في كثير بلاد عربية موجود هيدي منها. ونحن بنحب انه نفرجيكم على كل شيء جديد، لانه المعرفة هي اساس النجاح بالحياة. هيدي اول شيء فاكهة السنين. بعدين عندنا نحن هون الفيزاليس، هدول فيزاليس اسمهم كمان، هدول فيهم كمان كتير كتير فيتامينات السي، يعني هدول مع بعض مفيدين كتير. الكيفي بتعرفوها كمان فيها كتير فيتامينات السي وفيتامينات اخرى، والتفاح كمان فيهم مادة البكتين. بعدين هيدا رح نحط لها كمان موز، نحن نحط لها كمان هون بعد موزة. نبلش فيها على بركة الله، فرجيكم على المشروب، فرجيكم على هيدي. بنفتحها، فيكم تفتحوها هيك بالنص، شوفوا المنظر هيدا من الداخل كيف صار. هيدي هي الحبوب، فيكم تقشروها هيك، تفتحوها هيك وتقيموا هيدا كلياته منا، لانه هيدا ما فيكم، هيدا ما فيكم تاكلوه. هيدا فيكم تحطوه على زينة، تحطوه بالشمس وتعملوا منه منظر جميل. فرجيكم انا عليه بعدين شو بعمل منه. بس نحن هيدا بنقطعه هون ونحطه عنا هون بهيدا الخلاط. انا حطيت له لهيدا هون هدول، صار مثل الفارة، شايفين منظر فارة صار هيدا هيك. هيدي الفاكهة، رح اقشر الكيفي حطه كمان معهم هون بهيدا الخلاط حتى نخلطهم. نروح نحن هذا الفيزاليس نحن غسلناه هون من قيم، هدول بنحطهم كمان هون. نجيب التفاحة بنخليها بقشرة، لأنه قشرة كل الفيتامينات موجودة بقشرتها. بنقطعها للتفاحة صغيرة بنحطها كمان جوا. نحطهم هون كلياتهم هون. نجيب الموز، بنحط الموز هون فوقون، ونحط فوقون حليب. وبنخلطهم على بركة الله بالخلاط. نجيب بذور الشيا ونحط لها شوي من بذور الشيا.
ونحط فوق شوية عسل. منخلط بعد شوي. وهذا المشروب صار خالص. نجيب كوباية ونحطه فيها. هذا المشروب صار خالص، شايفين؟ اعملوا مثل هيدا كليتو فيتامينات الكون. بارك الله بكم. اذا الوصفة بتعجبكم اعملوا مثلها، واذا القناة بتعجبكم ما تنسوا الاشتراك فيها. بارك الله بكم. الله معكم ومع السلامة. باي باي.